ولتسليط الضوء على زيارة ظريف إلى العراق ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة سيدني الأسترالية المحلل السياسي أحمد الياسر. أستاذ أحمد أهلا بك إلى نشرتنا هذا اليوم. يعني أثارت زيارة ظريف تساؤلات عدة حول أهدافها، كونها تسبق زيارة مرتقبة للكاظمي إلى طهران والسعودية. أبرز الأسباب التي تدفع الجانب الإيراني إلى إفاد وزير خارجيته إلى بغداد وعدم انتظار وصول الكاظمي يعني يوم الثلاثاء، ما السبب برأيك؟ تحية لك أستاذ معن وتحية لجميع الزملاء بقناة الحرة ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة أنا رأيي أن الزيارة هي زيارة بروتوكولية، لأن الكاظمي لديه زيارة بعد الذهاب إلى العربية السعودية، ولذلك على المستوى الدبلوماسي طبيعي جدا أن يزور وزير خارجية إيران العراق للتحضير، هذا المعلن. الجانب غير الدبلوماسي، الجانب السياسي للموضوع، يبدو أنه الملف العراقي بدأ يعود إلى أدراج الخارجية الإيرانية في ظل الموت السريع للاقتصاد الإيراني الذي يحتاج إلى صعقات كهربائية عراقية لإنعاشه، فهو يحاول يقطع الطريق أمام السيد الكاظمي لكي ما يعقد اتفاقيات، لأن حضرتك تعرف أنه مدة الإعفاء الأمريكي للعراق بدأت تقترب، العراق يجب أن يحدد موقفه، أما الشراكة الإيرانية أو الانهيار الاقتصادي مع إيران، لأن إيران أنا ظهرت معكم وقلت أنه إيران إذا تجاوزت سنة 2020 فهذا ليس إنجازا وإنما إعجاز اقتصادي، لأن لم تمر إيران حتى بالحرب العراقية الإيرانية لم تمر بهذه الظروف. إضافة إلى هناك الاندفاع الداخلي، يعني هناك مجموعة من الاندفاعات الداخلية أستاذ معن في الداخل الإيراني، حضرتك تعرف أنه مؤخرا حصلت انفجارات في المفاعل النووية في الطاقة، البارحة يعني خط أنابيب بدأ الدور أيضا معمل النسيج. نعم طيب، معمل طيب. ما دخل العراق بهذه الانفجارات أستاذ أحمد؟ يعني أنت أشرت إلى هذا الموضوع، ما دخل العراق في هذه الانفجارات؟ العراق هو الرئة التي يتنفس أو تتنفس منها إيران يعني اقتصاديا، لأن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران يصل إلى 12 مليار، زاد 6 مليار في سنتين أستاذ معن. على الجانب الآخر تتخيل يعني على الجانب الضغط الداخلي. نعم طيب، على الجانب الآخر ما الذي يريده العراق من إيران؟ يعني إيران تريد ربما أن تفسح المجال، أن العراق يفسح لها المجال لمزاولة يعني التبادل التجاري وعدم عرقلة، هنالك ضغوط، لكن ما الذي يريده العراق من إيران برأيك؟ العراق يريد من إيران أن يعني تفك الطوق المفروض عليه، يعني أولا موضوع الأمن الداخلي، لأن حضرتك تعرف احنا عندنا 67 ميليشيا، يعني يمكن 80% هي مرتبطة بإيران، وهذا موضوع إرباك أمني، هذا أولا. اثنين، العراق لا يستطيع أن يواجه أمريكا، إيران الآن في موقع المواجهة مع أمريكا وتأخذ العراق معها. أنا يعني أستحضر مقولة لكاتبة فرنسية اسمها إليزا غودار، وهي صاحبة فرضية الآلة الرقمية، تقول أننا جميعا ولكن لوحدنا، إيران كل أصدقاء يحيطون بها ولكنها لوحدها الآن، لأن الظروف الاقتصادية ضربت العراق، ضربت لبنان أستاذ معنا، إحنا على أبواب النيام، الوضع الاقتصادي في العراق كما قلت لجنابك ليس سهلا، فالعراق يريد أن يحرر نفسه أمنيا واقتصاديا ولا يدخل في المواجهة الإيرانية الأمريكية اقتصاديا على أقل تقدير. يعني ولكن حصل هجوم أثناء زيارة ظريف إلى المنطقة الخضراء اليوم، حصل هجوم بخلايا الكاتيوشا، ربما عصبة الثائرين هذه الميليشيا الجديدة تبنت هذه العملية، يعني ما الرسالة؟ ما الذي يريدون إيصاله؟ يا سيدي هؤلاء هم باللغة الإنجليزية الساب كونتراكترز، يعني متعاقدون أمنيون، هؤلاء متعاقدون مع الحرس الثوري، يعني صحيح الحرس الثوري يوجههم في القضايا العامة، يعني قضايا الصراع مع أمريكا وشعارات محور المقاومة وما إلى ذلك، ولكن هم أيضا لديهم مصالح اقتصادية في العراق، أيضا لديهم شبكات تم تأسيسها منفصلة بعضها عن إيران، فهذه رسائلهم الداخلية التي يريدون إرسالها إلى السيد الكاظمي، أنك إذا أغلقت المنافذ واتجهت، طبعا بالمناسبة هو الاتجاه للسعودية ترى ليس بزيارة الكاظمي، حكومة عبد المهدي عقدت اتفاق مع هيئة الربط الخليجي سنة 2019 مذكرة تفاهم لربط العراق بمد أسلاك كهربائية من خلال، هذا ليس جديد، والجديد هو التعهد الأمريكي بإنجاح المشروع.
ولكن العراق عقد يعني قبل سنة وعقدوا يا مذكرة التفاهم، لأن إيران تصدر، أستاذ معن بس هاي المعلوماتك يا لو سمحت لي بالثواني، أن إيران تصدر 1400 ميجاوات، العراق يحتاج إلى 24000 ميجاوات وهو ينتج 13500 ميجاوات. يعني الذهاب إلى الخليج هو ضرورة وليس رغبة، ما عندنا كهرباء لازم تجي إلى مصادر للطاقة أخرى. سيد سيد أحمد وقت انتهى لكن بعجالة بثلاثين ثانية، هنالك من يتحدث عن جعل العراق وسيطا بين إيران والسعودية، هل تحتاج إيران أو السعودية إلى وسيط مثل العراق ولديهم علاقات بسلطنة عمان وكان لها دور إيجابي خصوصا في الاتفاق أنه الذي أبرم عام 2015؟ بعجالة لو سمحت. بعجالة، العراق في زمن كاظمي أعتقد أنه تأثيره على الإدارة السعودية أكثر من تأثير عمان. نعم إيران تحتاج، وأنا أتوقع أن إيران أعطت رسالة إلى الكاظمي وذهب بالرسالة، ولكن الرسالة ليست كافية، يجب أن تأخذ يعني أن تحدد الاستراتيجيات حتى يظهر دور العراق، أما أن يصبح ساعي بريد بين ظريف وبين يعني السعودية فهذا أمر لا يقبله العراقيون. نعم، من مدينة سيدني الأسترالية المحلل السياسي أحمد الياسر، شكرا جزيلا لك سيدي.